ضربة ناجحة وكرة ذكية لأحمد هايل وعامر دين، يلا يا الدين يا عامر دين يا عامر دين، وجول جول 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 جول. الهدف الثاني بإمضاء عامر دين، الهدف الثاني بإمضاء عامر دين. ليس الهدف الوحيد، ليس الهدف الوحيد، هدفان لمنتخب النشامة، هدفان لمنتخب النشامة، هدفان لمنتخب الأردن، وبهدفين دون مقابل يتقدم منتخب الأردن منتخب السنغافوري هنا في عمان. أول الغيث قطرتين وآخره ينهمر، والمدرجات تلتهب والمدرجات تلتهب، والكل يصفق ويغني ويقول مرحى مرحى لمنتخب النشامة، النشامة النشامة، واليوم يوم النشامة. هذه الحكاية وهذه قصة عامر ذيب، عامر ذيب والهدف داخل الشباك. الشباك تتكلم، الشباك تتكلم بعبارتين تقول المنتخب الأردني يتقدم على المنتخب السنغافوري بهدفين دون مقابل حتى الآن، والأكثر قادم، والمزيد قادم، والأهداف قادمة، والتسجيل قادم، والفرص قائمة، والفرص قائمة، والكل ينتظر، والكل ينتظر، والكل ينتظر أيضا يستمتع بالأهداف. نعم، هذه احتفالية التأهل، هذه احتفالية التأهل، هذا هو الحضور، هذه الاحتفالية، وهذا الهدف الذي يؤكد التأهل، وهذا الهدف الذي يؤكد الاحتفالية، وهذا الهدف